مشاهدينا، نحن معكم الآن من داخل قرية البيضاء المحررة التي قام مقاتلو جيش النصر بتحريرها ليلة أمس. وللحديث أكثر عن تطورات الأوضاع والأهمية الاستراتيجية للمنطقة ينضم إلينا أحد الأخوة الثوار. مرحبا بك. ما هي الأهمية الاستراتيجية لقرية البيضاء؟ بالنسبة لقرية البيضاء هي طريق الإمداد طيبة الإمام للبيضاء ولموريك وعلى الاستراد، والحمد لله رب العالمين لحنا سيطرنا على قرية البيضاء بشكل كامل، وشرق البيضاء في مداجن سيطرنا عليها الحمد لله. أسا عنا حاجة سيريتين ومفرق لحي، وإن شاء الله الأمور كويسة ولقدام. هل هناك تقدم مستمر في خطوات الجيش الحر لتحرير مناطق أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أسا بدنا نقرب وبدنا بالتقدم إن شاء الله باتجاه حماة.